السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا عن الـ Management of Root Fractures. Root Fracture مثل ما تشوفوا بهذه الصورة، أتمنى تكون الصورة واضحة لكم. Root Fracture عادة رح يكون هو Uncommon. Uncommon يعني شو معناها؟ أنه أنا مو كل كيس صار عندي تروما هي ممكن يصير بها Root Fractures. وفي حالة إذا صار عندي root fracture ذات، لاحظوا بهذه الصورة، أحاول أكبر لكم إياها زين. هذا هو root fracture. root fracture رح يشمل لي البلب ويشمل لي الدنتين ويشمل لي السمنتم، يعني على كل root يصير بي fracture، غالبا يكون هو uncommon زين. لو ناخذ كملاحظات notes، نلاحظ أنه قلنا بشكل عام هو uncommon، وبالنسبة للبرايمري تيث أيضا راح يكون uncommon بالنسبة للبرايمري تيث. يعني منو يصير بي أكثر، البرايمري لو permanent؟ لا، يصير بالبرمننت أكثر. ليش؟ لأنه بالبرايمري تيث عادة الالفيلار بون يكون بليابل، يعني شنو؟ يعني flexible. أوكي، فمن تجي الضربة للتوث ما يتحمل أنه البون ما يتحمل أنه يبقى لازمة للتوث، فيصير بي بالحقيقة displacements أكثر مما يصير بي fracture. بينما بالpermanent لأنه عندي البون يكون أقوى، فبالحالة البون راح يبقى attached للتوث structure، فراح يتحمل عندي root الضربة وبالتالي يصير بي fracture. عادة الكيسات اللي تجينا بالبرايمري بالحقيقة هي أكثر شيء displacements، وأكثر الكيسات displacements هي الانتروجن بالنسبة للبرايمري تيث، وتجينا كيسات اللاترال لوكزيشنز. احنا قلنا ايش أقصد باللوكزيشن؟ اللوكزيشن أقصد بي displacements، هاي احنا اتفقنا عليها من البداية أنه displacements. lateral اي displacement سواء كان intrusion extrusion، وعندي lateral luxations اللي هو من يتحرك التوث الكراون، اما يتحرك بكالي او يتحرك palatally مثلا. فبالنسبه للبرايمري تيث اكثر كيسات اللي تجي هي الانتروجن وكيسات lateral luxations. اوكي، احنا قلنا بشكل عام الفراكتشرز روتس بالنسبة للبرايمري تيث uncommon زين. واذا اجت بهالحالة انا شلون اتعامل وياها؟ راح اتعامل وياها بهالحالة مثل ما راح اتعامل، مثل ما راح نشرح الكيسات of permanent teeth زين. عالجنا مثل ما منعالج البيرمننت توث، شنو وضع البروغنوسيس؟ البروغنوسيس بالنسبة للبرايمري تيث تكون less than the يعني prognosis of permanent teeth. يعني منو الأفضل prognosis؟ prognosis عندي بالpermanent teeth أفضل من prognosis of primary teeth. زين ليش رح نقول؟ بالpermanent tooth with the fracture root عندي حيكون بي better chance to recover، يعني أنه يشفى أكثر البلب مال permanent teeth ويرجع احنا اكثر مما الكيسات of primary teeth. ليش؟ لانه blood circulations عندي بالpermanent teeth افضل مما هو بالنسبة للprimary teeth، لذلك نقول انه البلب بالpermanent tooth and a better chance to recover since the fractures allows immediate decompressions and circulations more likely to be maintained. okay. ملاحظة الأخرى، نقول أنه the prognosis is poor for any tooth with a fracture that extend below the gingival margin and involve the pulp in an immature tooth. شنو معناها هاي العبارة؟ شنو the fractures extend below the gingival margin؟ طبعا أكيد معناها أنه هو عندي root fracture زين، ويشمل pulp in an immature tooth. بمختصر مفيد لهاي العبارة أنه الـ prognosis of immature tooth شنو يعني؟ يعني open apex. أوكي؟ يعني open apex وبي fractured بالروت راح يكون عندي poor prognosis زين.
root fractures اللي يحدث occurs in the apical half of the tooth are more likely to undergo repair. يعني شنو؟ يعني root fractures البروغنوسيس مالته إذا صار عندي fractures بالأبيكال third of the roots. Okay؟ بالأبيكال third of the root. إذا معناها رح يصير بي repair أفضل مما صار يصير عندي بالميدل أو بالسيرفايكال بارتس. أحياناً حتى ما يحتاج تريتمنت. أنا ما طول ما عندي موبيليتي هو أنا شنو اللي يخليني يعني أتدخل ويحتاج تريتمنت؟ عفواً هي الموبيليتي of the tooth. فغالباً الكيسات اللي تكون بالأبيكال بارتس fractures of apical part no need for treatments. واحيانا اصلا ما تكتشف الا انه مثلا من ناخذ لها اكس راي ورا فتره من الريبير ما يعني برا فتره من الانجري زين راح القى انه المكان صار ب كالسيفيكيشنز ريبير من نوع من ذاته. اوكي كلينيكال فيتشرز. كلينيكال فيتشرز بالنسبة للروت فراكتشرز أكثر شيء وين يصير بالنسبة إحنا قلنا اتفقنا أكثر شيء بالبيرمننت دنتيشن. وين بالبيرمننت دنتيشن حالة حال أي تروما ثانية أكثر شيء هو الماكسيلاري سنترال انسس. أكثر شيء وين يصير بالنسبة إحنا قلنا اتفقنا أكثر شيء بالبيرمننت دنتيشن. وين بالبيرمننت دنتيشن حالة حال أي تروما ثانية أكثر شيء هو الماكسيلاري سنترال انسايزر ريجنز. أوكي زين الكورونال فريجمنت are displaced lingually or slightly extruded. يعني شنو اكثر كيسات اللي يجي بيها عندي فراكتشر روت اكثرها بالفراكتشر روت تجي من تفحصها كلينيكالي للبيشنت وللتوث تلقى التوث متحرك وهذا شيء اعتيادي يعني ضربة اكيد جاية يعني من قدام فيتحرك الكورونال بارت الكراون مدفوع شوية lingually and extruded. قد يكون بس مدفوع lingually زين and or slightly extruded. extruded يعني extrusion شوية طالع من مكاني with fractures fracture بالروت. okay ويصير temporary loss of sensitivity وهذا الشيء احنا اتفقنا عليه انه حتى من نجي على انه البيشنت والتوث يعني استوى صاير ب انجري ومتعرض لتروما احنا اتفقنا انه ما يصير راسا نسوي له فيتاليتي تيست فممكن يصير ب temporary loss of sensitivity. زين بالاكس راي شنو اشوف وشنو ساعدني الاكس راي بالراديوغرافيكال فيتشرز غالبا اكثر الكيسات يقول انه شلون يكون الفراكتشر لاين فراكتشر لاين يكون اوبليك اوبليك شنو معنى اوبليك يعني مائل ويكون at an optimal angle for radiographic disclosures وبزاويه الكشف الشعاعي تكون المثاليه اللي هي شنيه اللي هي 15 الى 20 درجه من الفراكتشر بلين هذه نسميها يكون يعني من تكون visible only if the central beam is directed within a maximum range of 15 إلى 20 درجة من the fracture plane. هذه غالبا احنا طبعا اكيد نحكي على الغالبية يعني نقول is most often فعادة الكيسات احنا متفقين انه اي كيس تروما لازم ناخذ لها x-ray بس من اشك اكو fracture بالroots زين من أشوك أكو فراكتشر بالروت فما أكتفي بإكس راي واحدة ناخذ اثنين ناخذ ثلاثة إكس رايات حتى يعني أتأكد أنه هذا الراديوليوسنس لاين اللي ده يطلع لي هو فراكتشر أوكي فغالباً أكثر الكيسات تكون أوبليك والزاوية الأوبتيمال أنجر فور راديوغرافيكال ديسكلوجر هي 15 إلى 20 درجة من الفراكتشر بلين. زين. Classification of root fractures. بالنسبة للclassification أو classifications based on direction of fracture line with long axis of tooth. يعني شنو؟
يعني مثلا اول شيء اول تقسيم راح يكون حسب الدايركشنز بالنسبه لللونج اكسس اوف ذا توث هو هوريزونتال، مثل بدنا نلاحظ بهذه الصوره اوكي يكون هوريزونتال، يعني هوريزونتال اور ترانسفيرز. اذا تشوفون هذا الارو بدي اشركم عليه اور ترانسفيرز، معناها شيء يكون راح يكون حسب الدايركشنز على يعني اوف فراكتشر لاين على لونج اكسس راح يكون بيربنديكولار، راح اسمه راح يكون بيربنديكولار على لونج اكسس اوف ذا توث. هذا هو اللونج اكسس اوف ذا توث وهذا هوريزونتال، ف this is based on direction. زين راح يكون عمودي بيربنديكولار، الهوريزونتال هو يكون عمودي على اللونج اكسس اوف ذا روت. التقسيم الثاني اللي هو الأوبليك اللي قلنا هو هذا أكثر شيء ممكن يصير يجي الفراكتشرز at an angle للونج أكسس، يعني الفراكتشر ما راح يكون عمودي على اللونج أكسس وإنما راح يكون بزاوية. شوف بس هذا هو معتبري أوبليك، من هنا إذا لاحظ راح يكون هو عمودي بالحقيقة perpendicular، بس من هنا جاي مائل أوبليكلي فهو راح يكون بزاوية على with the long axis of the tooth. اوكي والتقسيم الثالث حسب البوزيشن مالته لللونج اكسس اوف ذا توث اللي هو الفيرتيكال يكون بارالل لللونج اكسس اوف ذا توث، هياته يكون بارالل موازي لللونج اكسس اوف ذا توث. اوكي هذا التقسيم اول بيست اون حسب الـ يعني البوزيشن مال الفراكتشر لاين بالنسبة للونج اكسس اوف ذا توث. زين حسب اللوكيشن التقسيم الثاني حسب اللوكيشن عندي this is cervical او coronal يعني بالcoronal part صاير cervical و this is in the middle parts بالmiddle parts of the roots and in the apical part or apical third of the roots. اذا عندي تقسيم يعني الاول بالنسبة قلنا horizontal وقلنا عندي الأوبليك وعندي الفيرتيكال وbased on location حسب موقع بالنسبة للروت راح يكون عندي بالسيرفايكال ثيرد وعندي بالميدل ثيرد وعندي بالأبيكال ثيرد. إنزين هل أنه البوزيشنز مال فراكتشر لاين مهم عندي؟ لو لا مهم بالنسبة للتريتمنت، يحدد لي التريتمنتس مهم. مثلا احنا ذكرنا انه بالابيكال بارت راح يكون عندي excellent prognosis اذا صار الفراكتشر لاين بالابيكال بارت with excellent prognosis، وخصوصا يعني احتمال ما يحتاج الى يعني تريتمنت خصوصا اذا كان عندي approximations between two pieces fractured pieces. اوكي يعني يعني شلون احصل اذا اشوفهم متباعدات التو بيسز طبعا مبين عندي بالاكس راي او احسه مثلا موبيليتي او كذا، فاني ادفع طبعا وارجع المكانه صحيح واسوي سبلنت مالتي اثبت اني اثبت اسوي الابروكسيميشن بالضبط الفراكتشرز بالبونز من واحد يعني يعني ايد مثلا مكسوره او رجل كذا فمو يرجعوا العظم المكان الصحيح، هي نفس الفكره نفس الفكرة ويجبسوها يعني يسووا له سبلنت. نفس الشيء بالنسبة للأسنان لازم نسوي له سبلنتس. زين إذا عندي فراكتشر بالميدل ثيرد هسه بالأبيكال ثيرد قلنا شنو أخبار البروغنوسيس يكون إكسلنت بروغنوسيس، وإذا بالميدل بارت الفراكتشر بهالحالة عندي رح يكون فير بروغنوسيس، وطبعا رح يحتاج بالميدل بارت غالبا ما يحتاج إلى endodontic treatment وأكيد طبعا follow up. زين وسبلنت ما طول عندي mobility، وإذا بcoronal third أو cervical parts okay coronal يعني هذا الفراكتشر راح يكون poor prognosis poor حقيقة poor prognosis لأنه mobility راح تكون عندي أكثر من أي segment ثانية. هنا أنا كاتبيكم أنه tooth should be extracted should be extracted لكن أنا قارية قسم من يعني من الكتب أنه ممكن نسوي له سبلنتس. This is the classical this is the classicals أنه should be extracted this is the classical way الطريقة هي القديمة والأصلية واللي يعني غالبا نمشي عليها بس ما يمنع أنه أنت تحاول. القسم من الكتب يقول نسوي سبلنتس لمدة 3 أشهر
اوكي نثبته لمده 3 اشهر ماشي. زين بالنسبة للتشيو رياكشن after root fractures يعني عملية الهيلينج الجسم شلون راح يساهم بعملية الهيلينج of root fractures. عندي 4 types of tissue reactions had been described after root fractures. أول reaction اللي هو الهيلينج with calcified tissue. احنا كنا ساعدنا أربع reactions راح يتعامل بهم الجسم ويا root fracture. اول واحد with calcified tissue ايش راح يكون عندي طبعا بمكان الفراكتشر. تخيلوا انه عندي فراكتشر لاين بالتوث وايش راح يصير بالفراكتشر لاين هذا راح يصير كولوس كولوس اوف هارد تشو. شنو كولوس يعني يا تشو معناها اوف هارد تشو ذات مي كونسيست اوف دنتين اوستيودنتين اور سمنتم. اول هيلينج بروسيس راح تكون راح يكون لي عندي calcified tissue وين بالفراكتشر لاين. منو راح يشارك ويساهم بهاي العمليه مال كالسيفايد تشو هيلينج؟ منو عندي دنتين نفسه هو عاده ممكن حكيت ساعه التروما احنا من يصير انجري للتوث مو راح يصير عندي ريباراتيف دنتين. فهنا انا هم عندي اول شيء الدنتين وبعد منو يشارك راح يشارك البون الاوستيودنتين اثنيناتهم راح يشتركون شغل يشتغلون شغل مشترك. فأول شيء الدنتين وبعدين عندي الأوستيو دنتين أو السمنتم قد يشترك السمنتم وياهم. أوكي هذا أول شيء الهيلينج with calcified tissue. أوكي أول رياكشن راح يكون راح يتكون عندي مكان الفراكتشر لاين calcified tissue. من ساهم بعملية تكوين هذا الكالسيفايد تشو والفراكتشر لاين الدنتين والأوستيودنتين يعني الدنتين واحدة والبون ويا الدنتين الأوستيودنتين وعندي أيضا منو يغلف لي الروت من راح يشترك بعد عندي السمنتم. زين الهيلينج ويز الاستجابة الثانية عن طريق reaction هو healing with interpositions of connective tissue. من هسه راح يدخل بالعملية ال connective tissue. زين شلون راح يشتغل the fracture root surface are covered by cementum. احنا مو قلنا انه الروت بيش مغطى بسمنتم with connective are covered by cementum with connective tissue fibers joining the two fragments. منو يقصد بالtwo fragments؟ هو مو صار عندي فراكتشر لاين فهذا الفراكتشر لاين قسم لي الروت الى تو سيجمنتس تو فراجمنتس. اوكي قسم لي اياهم منو اللي راح يجمع بيناتهم دول تو فراجمنتس يسوي لي جوينينج بيناتهم. هنا انا منو عندي انتربوزيشنز اوف كونكتيف تيشو وذ سيمنتم. اوكي اذا اول طريقه قلنا عليها الهيلينج باي من راح يكون كاسيفايد تيشو قلنا دنتين واوستيودنتين وسمنتم. راح يجي هسان راح استفاد من السمنتم مره ثانيه ويا من راح يشتغل السمنتم with connective tissue. اوكي حتى يربط لي بين التو فراجمنتس. اوكي الثلاثه الهيلينج with interposition of bone and connective tissue. بعد هسه أنا أول شيء قلت يعني السمنتم استفادت من عنده كونكتيف تشيو راح يرجع كونكتيف تشيو. زين راح استفاد من عنده ويا من ويا البون in which a bony bridge and connective tissue are positioned between the fragments. أوكي راح يصير ربط هسه بين من الطريقة الثالثة of healing هو ما بين البون والكونكتيف تشيو. أوكي زين أرجع على الطريقة الرابعة اللي هي هذه يعني إذا صارت فهذا مو بصالح التوث نهائيا اللي هو interpositions of granulation tissue. It is the least favorable. الطريقة الرابعة of healing اللي هي interpositions of granulation tissue. It is the least favorable forms of attempt repair للrepair المحتمل and the fracture will not heal spontaneously. بهالحالة ما راح يشفى واحدة يعني اللي يحتاج لتدخل. فإذا هسه لو أراجعهم كلهم عندي صار عندي أربعة
أربع response راح يصير أو أربع tissue reactions. أول شيء قلنا أنه راح يكون عندي calcified tissue، منو يشترك به؟ dentin والosteodentin، العظم همين ويا الدنتين أو السمنتم. الطريقة الثانية اللي راح يشترك بها منو؟ السمنتم ويا منو؟ ويا connective tissue. الطريقة الثالثة راح يشترك بها connective tissue ويا البون. أوكي زين. الطريقة الرابعة انه يصير عندي granulation tissue. ماشي، هاي عندي اربع طرق of healing. Tooth usually presents unfavorable symptoms maybe by fistula. Okay, resulting from necrosis of the coronal portion and also sometimes the apical portions of the pulp. احنا يعني هاي تحدث بشكل عام بكيسات يعني التروما. مرات يصير عندي complications ويصير عندي مثلا unfavorable symptoms، وتتعرفون السيبتومز اللي هو يحس بها البيشنز. هذه السيبتومز غالبا هو شنو يجيبه؟ راح يجيب البين. زين maybe accompanied by signs اللي هي مثل ليش ساينز. ساينز انت من تفحص تشوفها شيء واضح لايك فيستولا، فممكن يصير عندي فيستولا بكيسات الفراكتشر اوف روتس ناتجه من شو؟ ناتجه من نكروسيس طبعا. انا راح اتعامل انا ويا تو سيجمنتس، عندي ابيكال بارت وعندي الكورونال بارت، فما صار عندي نكروسيس بالكورونال بارت او صار عندي نكروسيس بالابيكال بورشنز اوف ذا بلب. فبشكل عام طبعا هاي الكيسات شلون اعالجها؟ تحتاج اندودونتك تريتمنت زين وفولو اب، وباقصى الحالات اذا صار عندي فيلر فبهالحاله نضطر لاكستراكشن. طبعا تعرفون شنو اكثر شيء احنا نخاف من عنده ويقول لي انه هذا فيلر واخاف من عنده؟ من يصير عندي external resorptions of the roots. زين الكروس سيبريشنز ممكن يسوي لي inflammations in the area subsequent resorptions of fractured surfaces. اوكي يعني احنا قبل شوية هم حكينا على انه لازم ارجع بمكان الصحيح فراكتشر لاين، وشفته بالاكس راي واحتمال بي موبيليتي دا يعني دا احسها، فاني لازم ارجع بمكان الصحيح. لانه اذا بقيت هيك عندي gross separations واضح، هذا راح يسوي عندي inflammation بالمنطقه منطقه الفراكتشر لاين، وراح يبدي عندي resorptions اصلا يصير من الفراكتشر من الفراكتشر سيرفيسز، يبدي من الفراكتشر لاين يصير بي resorption وما اتلحق ما يعني ما الحق له. For repair to take place the fragments must be maintained in a position، لازم احافظ عليها رجعها مثل ما قلت لكم قبل شويه واثبت سبلنس. اوكي خصوصا اذا كان الكورونال فريجمنت از موبايل يعني موبيليتي يعني فتشي مهم لازم يعني انتبه له. ماكو اي توث بي موبيليتي حاول تسوي له سبلنس. يقول بالسابق انه كان الاستيبلايزيشنز ممكن يعني يستمر لمده 3 اشهر. طبعا احنا كل شيء يكون بتجارب، و يعني حتى يكون عندي طبعا الكالسيفايد تشو ويصير هيلينج وكذا، لكن لقوا بالبحوث وبالتجارب انه 60 يوم كافي يعني كاقصى حد انه السبلنتس اخليه لمده شهرين بدل ما اخليه لمده يعني يعطيني نفس الريزلتس اللي ابقي بي التوث لمده بيريد ما بين 60 الى 90 يوم اوف سبلنتينج. اوكي يعني كيسات انه قسم كان بقوها 3 شهور يقول انه اوكي شهرين يكون كافي سبلنتس. طبعا تتذكرون الكيسات اللي يعني كنا نشرحها، اكو قسم من الكيسات تمتد شهر شهر ونص، كنتوا تقولوا لي ليش؟ اقول لكم عندي فراكتشر بالالفيولار بون. زين فهذا الروت روت فراكتشر هو بون بالحقيقه، هو بون، لذلك يحتاج انه ابقي يعني فتره اطول من يعني فتره طويله يعني حتى يصير بي هيلينج. هذه الفتره يعني تمتد الى شهرين. اوكي زين نعمل زين شيء. اوكي
يقول انه زين ايش لقوا همين؟ لقوا انه الكيسات اللي لو ابقيها without سبلين، طبعا هذا اكثر شيء وين اشوفه؟ اشوفه من عندي fractures بالابيكال ثيردز، زين بالابيكال ثيردز. ف نقول احنا نعوف مرات نكتشفه ورا الانجري، ورا ما يصير الانجري بالتوث برا فتره، من اجي اخذ الاكس راي اشوف اكو كالسيفايد بارير صاير عندي بهالمكان، يعني كالسيفايد لاين يطلع بال يطلع بالاكس راي، ف راديو اوباسيتي طبعا يبين. فهذا without سبلنت مو صحيح. فهنا يقول ايضا الهيلينج بروسيس هي نفسها، هي نفسها يعني نفس يقصد بيه الهيلينج بروسيس نفسها، يعني نفس الريسبونس مال الجسم، سواء خليت اني سواء خليت سبلنت او ما خليت، زين. ف بس طبعا احنا ذكرنا انه السبلنت يفيدني اذا اكو موبيليتي، هاي لازم يعني تعرفوها. ليش؟ لانه لازم ما يكون اكو كروس سيبريشنز ولا اكو موبيليتي بالتيز. فلقوا انه ما بين النون سبلنتد اند ذا سبلنتد تيز شود نو ديفرنس ان ذا فريكوانسي اوف هيلينج، الاوبتيمال بوزيشنز اوف ديسلوكيتد فريجمنتس انكريزز ذا فريكوانسي اوف هيلينج بارتيكولارلي ان ماتشور تيز. يعني بالنسبه ده يحكي على الماتشور تيز، يقول لازم اسوي ابروكسيميشنز بتوين التو سيجمنتس. اوكي، هو الشغل المضبوط صراحة انه اني ارجعه واسوي سبلنت ما طول عندي موبيليتي. كيسات الماتشور تيث الهيلينج توك بليس ايفن افتر سب اوبتيمال ريبوزيشنينج اوف ديسلوكيتد كورونال فريجمنتس اند بيرسيستنت ديستانس بتوين ذا فريجمنت افتر سبلنتينج. يقول بالنسبة للماتشور تيث حتى لو بقى اكو ديستانس عندي بين التو سيجمنتس، يعني ورا ما سويت له سبلنت، طبعا يعني هي انت ما تقدر تعوف التوث ما طول بي موبيليتي، ما تقدر تعوفه وذاوت سبلنت، هاي الشيء منتهي منها. بس مرات اكو قسم مثلا ما يرجع مكانه الصحيح، اوكي سوى له سبلنت بس ما سوى له ابروكسيميشنز، فهذا ممكن تمشي بالنسبه للماتشور تيث حسب الدراسات. بالنسبة للماتشور تيث الكلوز ابيكس لا، لازم ترجع وتسوي له ابروكسيميشنز. اوكي، كيسات الماتشور تيث الهيلينج توك بليس ايفن افتر سب اوبتيمال ريبوزيشنينج اوف ديسلوكيتد كورونال فريجمنتس اند بيرسيستنت ديستانس بتوين ذا فريجمنت افتر سبلنتينج. يقول بالنسبة للماتشور تيث حتى لو بقى اكو ديستانس عندي بين التو سيجمنتس، يعني ورا ما سويت له سبلنت، طبعا يعني هي انت ما تقدر تعوف التوث ما طول بي موبيليتي، ما تقدر تعوفه وذاوت سبلنت، هاي الشيء منتهي منها. بس مرات اكو قسم مثلا ما يرجع مكانه الصحيح، اوكي سوى له سبلنت بس ما سوى له ابروكسيميشنز، فهذا ممكن تمشي بالنسبة للماتشور تيث حسب الدراسات. بالنسبة للماتشور تيث الكلوز ابيكس لا، لازم ترجع وتسوي له ابروكسيميشنز. اوكي، زين. تيث with no or slight loosenings of fragments may not require supplements. إذا أكو عندي تحس الموبيليتي تقدر تسيطر عليها، يعني مثلا تعطي instruction للpatients ما عندي ذيش الموبيليتي القوية، نقدر نمشي without supplements. زين، وإذا سويت السبلنت آني، بالنسبة للفراكتشر روت السبلنت اللي أستعمله لازم يكون rigid، more rigid. هسه نجي نحكي عنه بعدين اكثر انه وش اقصد بي rigid splints، يعني اقصد بي rigid splints يكون heavier wires، الواير اللي استعمله بالستابلايزيشنز بالنسبه للفراكتشر روت يكون heavier wires. اوكي، يكون heavier wires على مود بالتالي طبعا هذا كله يشجع حتى يكون الكاسيفايد تشو ريبير. شلون يقول اي شلون واير وش العلاقه بالكاسيفايد تشو ريبير؟ الواير راح يثبت لك اياه بمكانه، يثبته بمكانه.
وين ما راح يبقى مثلا واير يكون ضعيف وممكن يسمح للتوث يتحرك. انت كل ما التوث يريد يسوي ريبير نفسه كل ما تجي حركة وتكسر الدنيا، وين ما انه يكون رجد وما يسمح انه يتحرك فيخليه على راحته يكون لي كالسيفايد تشو ريبير. ها هي فائدة الريجيد سبلنس. وش اقصد قلنا بالريجيد سبلنس؟ يعني يكون هيفير واير. زين، the occlusion should be adjusted. مو بس صراحة بال fractured roots، أنا يعني ذكرتها قبل، يعني بأي كيسات تروما، بكل كيس تروما لازم أسوي occlusal adjustments. ذكرتكم يا بالمحاضرة يعني شنو occlusal adjustments، يعني أحاول أنه أخلي ال injured tooth يكون يعني out of occlusion. Out of occlusions فنسوي له occlusal adjustments، ما أخلي شيء يطخ بي. يعني ذكرنا أنه tooth be injury كل ما يطخ بي كل ما يهيج مرة ثانية، أخليه على راحته ما يطخ بي شيء حتى repair يصير على راحته ويصير بشكل صحيح. زين شلون نسوي occlusal adjustments؟ منين أشيل مثلا؟ أشيل من ال injured tooth لو من ال tooth بال opposite side؟ لا، أشيل من injured tooth، هو tooth under trauma، فنشيل من عنده، نسوي نجيب articulating paper وأخلي ال patient يعض عليها وين الأشياء، وين الشغلات، يعني أشوف وين دا يطخ أشيله، follow up وراها، follow up. شلون أسوي follow up؟ follow up by radiograph. كل كيسات التروما سوي له مواعيد البيشنت يجي، خصوصا بأول 6 شهور after the injury. زين نسوي له vitality test، نسوي ناخذ له X-ray، X-ray تفيدني بواية شغلات، أشوف وضعية الروتس، أوكي أشوف PD ligaments تفيدني أكو resorption ما أكو resorption. زين vitality test وخصوصا بأول 6 شهور، يعني يكون مو أبقي 6 شهور يجي، لا أني أسوي له مواعيد يقول بس الفولو أب أول 6 شهور، خلال هالست شهور يكون مواعيد بيناتهم يعني متقطعة، خلال الست شهور أنت ترتب له مواعيد على مود فولو أب. ليش ما أعرف فترة؟ لأنه ممكن يصير كومبليكيشن بعد ما أقدر ألحق على التوث، بينما من أخليه على تواصل ويا البيشنت مثلا ورا أسبوعين بعدين ورا شهر كذا، حتى اي complication الحق عليها، مو يصير بي root resorptions واني ما ادري شكو، يعني ما ادري انه صار بي وبعد ما اتلاحق للتوث. treatments as reductions of disciplined coronal fragments and sperm immobilizations. fracture roots اجاني patient وعنده fracture root، فاول شي شو اسوي له؟ اول شي نرجع بالمكان الصحيح two fragments. زين نرجعهم من مكانهم وأسوي له immobilization. شنو هذا immobilization؟ هو عن طريق rigid fixation، يعني splints. زين نسوي له splints وهنا with an acid H splints، يعني هو احنا already يعني راح نستخدم، يعني شو قصد H splints؟ لأن انت كل الحالات راح تستخدم يعني الأسيد H والبوندينج، احنا شرحناها انه مثلا اما تسوي لايت كيور بار او مثلا واير وكومبوزيتس. زين او براكتات وواير وكومبوزيتس وهكذا شرحناها احنا هذا الشيء. following treatment modalities are recommended based on the fracture line. بالنسبه للتريتمنت التو ثاني شو راح اعالجه؟ اوكي رجعت التو فراجمنتس وسويت لهم سبلنتس فيكس ريجيد سبلنتس، يعني واير يكون قوي. زين وراح يحصل على التوث، التوث لازم نعالجه. معالجة التوث تعتمد على انه وين الفراكتشر لاين، حسب الفراكتشر لاين انت راح تقرر شلون تعالجه للبيشنتس. زين بس اذا كان عندي الفراكتشر هسه راح يجي نشرح التريتمنت شو راح نعالجهم. اذا كان عندي كورونال ثيرد فراكتشرز اوف ذا روت، يعني سيرفايكال فراكتشرز، اوكي اوكي اذا عندي فراكتشر بالكورونال بارت، احنا قبل شويه اذا انتبهتوا وش قلنا، ذكر لكم انه اذا اكو بالكورونال بارت دو اكستراكشنز،
بس هنا أنا هم عندي بالكورنال بارت، فاحنا يعني واحنا انا ذكرت لكم انه لازم المحاول. هسه راح نجي نحكي عنها بالتفصيل. الفراكتشرز بالكورنال ثيرد زين اور سيرفايكال فراكتشرز، هنا راح اقسمها الى قسمين. اذا عندي هو صار فراكتشر بالكورنال بارت، اوكي، يعني مثل ما نقول الكراون كله راح، فاشوف الروتس. الروت اذا كان لونج اناف فدو تريتمنتس، اذا كان عندي روت شورت يعني من انكسر الكراون وانكسر ويا يعني جزء كبير من الروت، فبالحاله ان شاء اقدر اسوي، ما اقدر اسوي شيء، ما باقي شيء من الروت، يعني شلون اسوي تريتمنتس زين؟ فبالحاله راح يكون اكستراكشن. لكن اذا هذه بحاله اذا كان الروت المتبقي شورت، اذا الروت طويل باقي روت از لونج اناف، فبهالحاله راح اسوي اني تريتمنتس. ايش راح نسوي؟ طبعا الكورنال بورشنز كان بي ريموفد، الجزء المكسور اللي هو الكراون راح يعني اقدر اوخره بهالحاله. شوفوا هنا الاوبشنز مال تريتمنتس اللي راح اتبعها، انه اني اوخر الكورنال بورشنز زين، وش اسوي؟ اسوي اندو دونتيك تريتمنتس، اندو اسوي كومبليت للاندو للابيكال فريجمنتس كله، اسوي تريتمنت للروت، وبعدين ايش اسوي؟ اسوي بوست اند كور، والبوست والكور اسوي له سيمنتيشن داخل الكنال، اثبته داخل الكنال، واخذ امبريشن حتى دا اسوي العفو اكريليك كراون. طبعا تعرفون دنتستري يعني اكو ريفوليوشن بالدنتستري، فتقدر تعالج باكثر من طريقه، يعني مو شرط تقدر تسوي له بوست اند كور، ممكن انه تسوي له مثلا فايبر بوست وانت تسوي بولد اب، اوكي، وبعدين تسوي له كراون، يعني this is up to you. واذا شورت قلنا نسوي اكستراكشنز. هذا بالنسبه للسيرفايكال فراكتشرز، وهي الصوره هنا يعني الروت وتقسيماته، عندي السيرفايكال ثيرد والميدل ثيرد اند الابيكال ثيرد زين. احنا يعني نقدر طبعا نبقي هنا تبقى يعني خلي بوست فايبر بوست مثلا، ونسوي بولد اب كورونالي زين. اذا الفراكتشر لاين لوكيتد سب جنجيفالي، وهذه تحدث هواي غالبا ما تحدث فراكتشر لاين صار سب جنجيفالي، شلون اسوي تريتمنت؟ شلون اسوي الاندوماتي؟ وين يعني وين اخلي؟ شلون اسوي بولد اب؟ فبهالحاله لازم نسوي جنجيفكتومي اند اور اوستيوتومي حتى احول انه الفراكتشر لاين من سب جنجيفالي الى سوبرا جنجيفالي، فاشيل القم، اشيل من القم العفو زين جنجيفكتومي اسوي، واحيانا بس الجنجيفكتومي كافي، واحيانا لا احتاج وياها اوستيوتومي. يعني شنو اوستيوتومي؟ يعني اشيل شويه من البون حتى يطلع لي الروت، اوكي. نشتغل اندو على راحتنا، واستفاد من انه الفراكتشر لاين حولته الى سوبرا جنجيفالي، وبالتالي اقدر اخلي عليه الكراون، اقدر نشتغل عليه براحتنا، نسوي الكومبوزيت بولد اب. نجي للفراكتشر اوف ميدل ثيرد. If there is a slight mobility، هنا راح ينقص اذا عندي slight mobility، لو عندي مثلا mobility تكون لا والله قويه يعني مو slight، فبهالحاله اذا slight mobility ايش راح اسوي؟ همينه راح اسوي root canal treatment، تشمل هذه root canal treatment تشمل لي الكورونال and the apical fragment obturations with silver cone. ما اعرف السيلفر كون انتوا اذا شايفيها او لا، هي يعني تصير مثل يعني عبارة عن شلون جيت بيركة بس تكون من سيلفر، اوكي، فهذه يقول هي نفسها ممكن استخدمها as سبلنت ممكن نفسها هي تكون as يعني تفيدني انه تربط لي الجزئين الابيكال portions with the coronal portions،
وبالحقيقة يعني إحنا نقدر نسوي modulations. يعني تجي يعني جت قبل فترة كيس أو بيها fractures من middle part عفوا، فسوينا لها operation، كان يعني طبعا سوت لها splints وكان oblique fractures بال middle parts ويا يعني slightly extruded tooth، رجعتها بمكانها وسويت لها سبلنتس، وسوينا له اندو جيت بيركا، لكن استخدمنا سيلر مثلا ام تي اي سيلر. اوكي نقدر نعالجه بطريقه ثانيه، يعني نقدر نخلي كالسيوم هيدروكسيد سوري اوكي نقدر نعالجه بطريقه ثانيه، مثلا نخلي نسوي انجكشنز الميتابست اللي هي الكالسيوم هيدروكسيد، انجكتبل كالسيوم هيدروكسيد نخليه داخل الكنال، فالى ان تنسد ينسد الفراكتشر لاين، ووراها اقدر استخدم الكتابيركا، يعني نسوي له اوبتريشنز. فمثل ما قلنا انه اكو ريفوليوشنز بالدنتستري، ماتيريالز انواعها هوايه، واحنا نقدر نسوي موديوليشن بالتريسمنتس. ف this is also up to you sorry. زين، واذا عندي هاي موبيليتي، فاذا عندي هاي موبيليتي وفراكتشر بالميدل بارت يعني ممكن نسوي له اكستراكشنز، بس ارجع اقول لكم انه حاولوا بالتريتمنت قدر يعني الى ان تيأسون. يلا زين، اذا بالابيكال ثيرد فراكتشرز، بالنسبه للابيكال ثيرد فاحنا قلنا انه ما يحتاج تريتمنت، غالبا انه ما يحتاج تريتمنت، وراح يصير عندي البروجنوسيس مالته طبعا يكون عالي، اكسلنت بروجنوسيس، وكل مكان انه موقع الفراكتشر هاير، يعني كل مكان اقرب للابيكالي كل مكان البروجنوسيس بعد افضل، بس البيشنت يحتاج انه observations يعني للتشايلدز in the futures، بس follow up x-ray follow up هو راح يكون عندي calcific repair واحدة without treatment. زين، if there is vertical root fractures مثل ما تلاحظوا بهذه الصورة، هذا هو vertical root fractures also called as cracked tooth syndrome trans lengthwise from crown towards apex، هذا هو مثل ما واضح بالصورة، يعني يكون vertical roots parallel the long axis of the tooth، زين ممتد من الكراون للأبيكس، صحوا له أيضا cracked tooth syndromes. It is mostly found in posterior teeth، موجود أكثر شيء بال posterior teeth، ممكن يصير نتيجة انه من دخل سكرو بالضبة، ما سكرو يطب لانه التوث يكون non-vital tooth، احيانا يحدث من traumatic occlusion زي مثل ما نلاحظ بهذه الصورة. This is posterior tooth، اكبر لكم اياها شوية تشوفون the fracture line يكون vertical، فيقول غالبا يحدث بالposterior teeth. زين، clinical feature شو راح يحس البيشنتس اللي عنده fracture roots بهالحالة، يحس شوفوا هنا الصفات بما راح تذكرنا، يحس dull pain و long standing origins، يعني ألم خفيف و يعني على طول الخط طويل، يعني خفيف وعلى طول الخط، وبشنو يروح من يعني اخلي pressures when applying pressures، بمن يذكرنا هذه الالم، يذكرنا من there is a pocket مو صحيح pocket او يعني gingivitis localized gingivitis، تظل انت ضاغط على تحس اكو ما مرتاح يعني والم، فمن تضغط عليه. زين، بالاكس راي شلون يبين؟ طبعا راح يبين لي عندي radiolucence line وعندي thickening بالPD ligaments.
بهذه الحالة ال vertical راح يكون إذا central beam lies in the line of the fracture, it is visible as a radiolucent line. يعني مو هي راح يكون central beam تقع على ال line of fractures. زين صار مباشرة عليه فيظهر بشكل radiolucent line. وعندي thickening لل PD ligaments. اكو تيست اسمه occlusal pressure test اقدر نسوي جماعة vertical fractures. طبعا احنا قبل شوية ذكرنا تذكرون الاوبليك شلون يظهر بالاكس راي وقلنا انه بزاوية 15 إلى 20. اوكي vertical fracture يقول لا هو تكون beam direct تكون عليه. زين شنو هذا التيست occlusal pressure test؟ انه من يعني patients من تطيفة شيء او هو already راح يجي يقول لك اني يعني من اكل يعني ما اقدر اكل يؤذيني من تطيقة رود مثلا يقول له عض عليها تأذي اذا سويت له polishing يعني by rubber cup يحس بsharp pain. فهذا هو occlusal pressure test. treatments اذا عندي single root يعني شو اسوي له؟ يعني هو single root وممتد عندي يعني بهالحاله should be extracted. وانتم تقررون طبعا يعني فبهالحاله should be extracted. واذا اكو multi rooted teeth فنسوي له هيميسكشن. هاي راح نحكي اسولف لكم كيس جتني مره كيس سنترال واجا الكراون مقسوم عندي بالنصين يعني فبحيث الفذر طبعا كانوا بور فالفذر يعني هو اجا قال لي يعني اقلعي بس انا قلت له وخصوصا تعرفون انه يعني اذا المراكز الصحيه يعني تقريبا فري يعني فقلت له احنا ما خسران الخسارة خلينا نحاول وياه. اجا البيشنتس الكراون مقسوم قسمين صراحة فالاكس راي بينت لي عنده فراكتشر بروت اوبليك فراكتشر وعنده فيرتيكال فراكتشر اوف ذا روتس. بس من حسن حظه انه الفيرتيكال يعني صار عندي هالسنشن وهذا مقسوم اوكي بالنص وعندي يعني اكسبوز بلب اوكي عندي اوبليج فراكتشر وعندي فيرتيكال فراكتشر. بس من حسن حظ البيشنتس انه الفيرتيكال فراكتشر نوت انفولف ذا بلب فاهميني صاير هنا بالدنتين ماروت الفيرتيكال فراكتشر وعندي اوبليك فراكتشرز. فاني يعني صراحة كيس يعني كانت يعني دوخ بحيث زي شلون التوس ما يلزم فاضطريت انه اسوي الكراون داير مدايرة خليت عندي كومبوزيت مثل ما نقول لميته كل الكراون بالكومبوزيت حتى اقدر نسوي اشتغل الاكسس اوبنينج يعني يتحرك عندي مفصول نصين الكراون حتى اسوي اكسس اوبنينج ودخلت للبلب وخليت ميتا بيست داخل البلب اوكي زين الفراكتشر هذا انا اللي عندي الفيرتيكال فراكتشرز اللي كان عندي بالدنتين شو اسوي له ما قدرت اوصل لغير بحل واحد خليت عليه ام تي اي خليت الفراكتشر كان عندي واضح من هنا فخليت عليه ام تي اي وخلصت من عنده وظل البيشنت فور فولو اب الى ان كل الفراكتشرز لاين قامت بعد ما تبين عندي كلها صارت يعني بالفولو اب طبعا الاكس رايات انشيكهم واقارنهم الى ان راح عندي تمام الفراكتشرز لاينز وراها سوينا له اوبتوريشن ما بدي يطلع السهم اوكي هذا السهم فسوينا له اوبتوريشنز للروت وخلينا له فايبر بوست وسوينا له فاينل ريستوريشنز ونصحنا انه يسوي له كراون. زين بس هو هنا ده يحكي انه اذا عندي سنجل روت والفيرتيكال فراكتشر انفولف للبلب
فبهالحالة يعني دي يقول انه نسوي extraction. بالنسبة للمالتي روتد عندي، بالنسبة للمالتي روتد فش اسوي له؟ نسوي له همي sections. اوكي اوكي. بالنسبة للمالتي روتد مثلا عندنا هنا المولار، فراح نسوي له همي sections. زين، شنو اقصد بالهيمي sections؟ همي sections يعني استقطع، يعني اقصه للروتس. مثلا هذا الفراكشر روتس، هذا اقصه اوخره فيبقى عندي روت واحد. هذا الروت المتبقي اعالجه، اسوي له اندودونتيك تريتمنت. اوكي، شود ريستورز اندودونتيكالي، وبعدين اخلي له كراون. وهذا بهالحال هذا راح سويت له هيمي سكشنز، واقدر اعوض مكان مثلا مكان الروت اللي انفقد. مثلا ممكن نسوي له امبلانس، ممكن نسوي له بريدج، يعني حسب الكيس. زين، other displacements injuries of teeth requiring stabilizations. يعني احنا نفضل انه الكيسات بها موبيليتي، كل كيس بها موبيليتي يعني نسوي لها stabilizations. واحنا شرحنا انه يعني شرحنا عن هذا الموضوع، عن موضوع displacements، ان انا بنهاية المحاضرة مسوي لكم شوية refreshments عن الموضوع. هنا teeth subjected to less severe luxations injuries ايضا should be stabilized، وبالطرق اللي شرحناها احنا سابقا. فكل ما كان عندي الكيس تكون severe of injury بهالحالة، كل ما كان انه هذا رح يأثر لي على length of time of the splints. اوكي، انه اذا اني احنا ذكرنا هذا الشيء مثلا من عندي بون الوقت بون فراكتشرز، فبالحاله انا راح احتاج الى وقت اكثر فور سبلنتس. اوكي، السبلنتنج تايم بشكل عام ما بين اسبوع الى اسبوعين بكيسات السب لوكزيشنز. زين، واربعة الى ست اسابيع بكيسات اللاترال ديسبليسمنتس فراكتشرينج للالفيولر بروسيس. زين، السبلوكزيشنز شوية اذكركم عن الموضوع. السبلوكزيشنز احنا قلنا لوكزيشنز، كلمة لوكزيشنز معناها اني displacements بالتوث، نصيح لوكزيشنز. اوكي، بالنسبة الى السبلوكزيشنز من يصير عندي، صار عندي موبيليتي بالتوث، بس التوث يبقى بمكانه، يعني يبقى بمكانه not displaced بس with slight mobility، فهذا نسمي sub luxations. و السبلنت يحتاج أبقي من أسبوع إلى أسبوعين. زين، وإذا صار عندي والله lateral displacements، luxations طبعا إيش يشمل؟ يشمل intrusion، يشمل extrusion مثل ما ذكرنا، ويشمل أيضا lateral displacements. بالنسبة لل lateral displacement قلت من يتحرك التوث either buccally or palatally، وغالبا يصير ويا فراكتشر للالفيولر بروسيس، لذلك راح يحتاج انه ابقي من 4 الى 6 اسابيع، من شهر الى شهر ونص يحتاج انه نبقي السبلنتس. اوكي، as with all tooth injuries frequent periodic evaluation طبعا راح يحتاج required for at least the first 6 months. مهم الفولو اب، مهم خصوصا باول 6 اشهر ورا هذه، يعني تكون الفتره تكون متقاربه، تحاول تخليها بين باول 6 اشهر، وبعدين راح نبدي بعد نسوي regular recall appointment should continue. displaced teeth with the closed apex and many with open apex، هو اي tooth طبعا راح يحتاج follow up، سواء كان open apex او كان closed apex، ف follow up and endodontics. follow up طبعا for endodontic therapy، إذا يحتاج endodontic therapy ما يحتاج. زين، as with many of the other injuries calcium hydroxide paste is the currently recommended material for initial canal filling. قلنا ايش قد نحب الكالسيوم هيدروكسيد بيست، الانجكتابل كالسيوم هيدروكسيد اللي نسميها احنا الميتا بيست، اللي هي قلنا عليها هي ماجيك ماتيريالز. ليش؟ لانه هي تحول لي الوسط من حامضي الى قاعدي، فغالبا نستخدمها فور انيشال كانال فيلينج.
يعني قبل ما تبدي تشتغل وتسوي، يعني بتسوي أنا بالب اكستربيشنز وهاي، يعني أقدر أخليها حتى تعقم لي إياها سيريلايزيشنز، تسوي لي الكانلز وتحول لي وصل. بس إذا تتذكرون إحنا بكيس من الكيسات قلنا أنه لازم يعني ما نستعملها، هي بكيسات من يكون عندي افلجن، ذكرنا انه السبلنت اخليه يعني ابقيه اسبوعين. فبالسبلنت ذكرت انه باول اسبوع اني اقدر اسوي، خلال اول اسبوع نقدر نسوي الاكسس اوبننج اند بلب اكستربيشنز، اصلا نقدر انه ما طول اقدر عفوا من اول يوم بس اخلي السبلنت اقدر اسوي اكسس اوبننج و بلب اكستربيشنز. لكن ذكرنا انه بهاي الحاله اني ما اخلي الكالسيوم هيدروكسايد ريسل، ليش؟ لانه لقوا حسب الدراسات والبحوث انه يسوي لي روت ريزوربشنز. شو وقت اخلي الانجكتبل كالسيوم هيدروكسايد؟ ورا اسبوعين اشتغل الاندودونتيك تريتمنت، يلا اشيل السبلنتس ونقدر نخلي الكالسيوم هيدروكسيد after 2 weeks. و this is according to research. okay. زين. ما أعرف إذا طالعة كلها، أحاول كلها تطلع. okay. And the canal should be re-cleaned and refilled with calcium hydroxide periodically if signs or symptoms warrant retreatment. هذه أكثر شيء يعني وين أستعملها إنه replacement. So, يكون من عندي إنه signs or symptoms the patient بعد يشكي من pain، the canal not dry، أني أقدر أبدلها إلى أن صار عندي الكنال، أخلي يعني إنجكتو الكالسيوم هيدروكسيد بكنال لأنه صار عندي كنال دراي، وبعدين أخلي الجتابيركا مالتي. placements of permanent جتابيركا should be delayed for at least 1 year. هاي شو وقت أنه at least 1 year؟ هاي وين أشوفها؟ بيا كيسات غالبا أشوفها بكيسات ال open apex، من أقرر أسوي apexifications. إحنا ذكرنا هذا الشيء، قلت أنه طبعا نخليتها ابقيها الى ان تنساد جت روت، وراها نسوي اوبتشوريشنز، ابقي الكالسيوم هيدروكسيد بالكنال مثلا الى ان ينسد الابيكس، وراها اسوي اخلي الجتابيركا اسوي اوبتشوريشنز. بس شو ايش قد اغيرها؟ اذا انا 6 اشهر مثلا وما انسدت عندي الابيكس، اغيرها، اطلع الجتابيركا مالتي واسوي اريجيشنز ودراينس، عفوا نطلع الكالسيوم هيدروكسيد ونسوي irrigations وأسوي dryness وأرجع الكالسيوم هيدروكسيد مرة ثانية إلى أن تنسد. ممكن بهالحالة العملية تطول إلى سنة، بحيث أنه فبيقول أنه should be replaced at least once. أوكي باليير هذه اللي هي شو وقت هاي at once؟ أنه أنا من انتظرت 6 شهور وما سد عندي، ما سدت عندي كنال، فبهالحالة بدلتها وانتظرتها 6 شهور ثانية. Okay. If the injured tooth had an open apex، هاي شرحناها واللي يقصد عليها، فأخليها وأنتظرها إلى أن تنسد، وراها أخلي الكتابيركا. نجي إلى أنواع الـ types of fractures. This is according to Elias and Davy 1960. ما عندنا، إحنا بس رح نأخذ هذا الـ يعني classifications. كلاس 1 احاول اسهل لكم اياه بالحفظ. كلاس 1 من يكون عندي انامول فراكتشر، كلاس 2 انامول اند دنتين فراكتشر، كلاس 3 انامول دنتين وعندي اكسبوز بالب، كلاس 4 من عندي تروماتايز توث والتوث يكون نون فايتال. يعني حسب الياس وديفي بعام 1960، زين كلاس 4 شو يشمل اللي هو تروماتايز توث اند نون فايتال. اوكي كلاس 5 اللي هو الأفلجن، شلون نحفظه؟ هو 5 والأفلجن همينه V، فنحاول نحفظه هالشكل كلاس 5 أفلجن. كلاس 6 فراكتشر
of the root. من صار عندي fracture بالروت اللي هي عنوان محاضرتنا اليوم هو يعتبر يعني class 6. class 7 displacements of tooth. أي displacements. class 8 fracture of a crown. class 9 أخيرا نختمها بها اللي هي traumatic injuries of a primary teeth. اللي قلنا انه uncommon فوين خالية خاليها بالأخير اللي هو class 9. okay. هذه أيضا خليكم إياها كمراجعة للأشياء اللي أخذناها بالنسبة للتيث إنجري. أول شيء concussion. الconcussions هو الإنجري اللي يصير للتوث. نبدأ نلاحظ هنا نشوف الإكس راي شوفوا التوث ما بي لا موبيليتي لا displacements بس التوث يكون under shock. يعني يجي البيشنت يقول لك أنا انضربت بس حتى bleeding من الكم ماكو. فالتوث يكون بس من اجي اطخه اسوي له يعني يكون pain to percussions. اوكي هذا this is يكون concussions نسميه. عندنا subluxations اللي هي loosenings قبل شويه هم شرحتها راح ارجع اشرحها مره لخ. انه التوث ينضرب subluxations هو ما صار luxation without displacements باقي بمكانه بالsockets. اوكي حتى الاكس راي اشوفه ما بيها اي شيء باقي بمكانه بس ايش اشوف هنا انا اشوف اكو خط bleeding داير مداير التوث فجاي صار عندي صار عندي تروما للبي دي ليجامنتس. اوكي فاكو للسبورتنج ستراكشرز هي اذا خلي اكبر لكم اياها شويه حتى يبين عندكم bleeding هذا ال الإكس راي ما بيها كل شيء تقول كل شيء ما بي بس إنجري للبي دي ليجامنت سبلوكسيشنز. أوكي سبلوكسيشنز نجي هسه للوكسيشنز. اللوكسيشنز من التحرك صار عندي displacements فالكستروسيف لوكسيشن هنا مطلقكم لها شوية بمصطلحات ثانية كستروسيف لوكسيشنز هو peripheral displacements أو صحولة partial avulsion tooth اللي هو طلع من السوكت ماتد but not completely شوية طلع من السوكت. okay without leaving the sockets من أشوفه بالراديوغرافيكال examinations reveals an increase width of the periodontal ligament space. هياته مبين نانا clinically صورة واضحة شلون طالع من مكانه حيبين longer يبين أطول مما كان في السابق والإكس راي مالته هياته شفنا عندي راديوليوسنسي البي دي ليجامنت واللامينا ديورا تكون كومبريست اون وان سايد هاي ذكرناها في المحاضرات السابقة. زين اللاترال لوكسيشنز يعني اللي هو اقصد بي الديسبليسمنتس اوف توث اللاترال لوكسيشنز سواء يتحرك بكالي يتحرك بليتالي المهم صار بي displacements للتوث غالبا يصير شنو وياه غالبا يصير وياه fracture للالفيولار بون. زين بالنسبة للإكس راي may or may not demonstrate increase the width of PD ligaments. هاي الصورة صور واضحة fracture عندي بالالفيولار بون وياها. intrusion من يدخل داخل السوكتس عكس الاكستروجنز اكستروجن يخرج من السوكتس مات بتنط يعني كومبليتلي وهنا الانتروجن يدخل بالسوكتس مات وقلنا بهاي الكيسات احتمال يصير عندي شنو احتمال يصير عندي فراكتشر للبيز اوف ذا سوكتس. اوكي يكون موفمنت مات اكزيالي مو مثل اللاترال لوكسيشنز راذر ذان اكزيالي يعني الانتروجن اكستروجنز يكون displaced axially with the long axis يعني يعني فاهمين إن شاء الله يكون مو مثل lateral luxation يتحرك either buccally or palatally. هذه الصورة طبعا patients مرة يعني مرة حكيت عن بالمحاضرة اللي هي كيس كانت يعني صراحة كيس تحدي إنه قالوا هاي الكيس يعني يحتاج انه اسحبها orthodontically او surgically ف
فأنا قلت لهم just wait, هذا ال patient, this is my patient. راح أكبر الصور حتى تشوفوها. تشوفوا intrusion صار عنده الحقيقة, صار مو بس بالcentral, central and lateral أيضا, central and lateral داخل التوز. بس من شيكته ما عندي ماكو ما بيك اكسبوجر, فخليت له داكل وخليت له جي اي سي. هاي اول ما اجى البيشنتس افتر تروما. زين, فشنو اللي سويته للبيشنتس؟ اني خليت مثل ما قلنا داكل وخليت جي اي سي وجست ويت, انتظرت البيشنت الى ان يجيني مرة ثانية. فافتر فولو اب اجاني ورا شهر وكانت هذه النتيجة. اوكي, هذه النتيجة قلت لكم. شوفوا حتى اللاترال طالع, مو بس السنترال, السنترال واللاترال ايضا رجع طلع, بينما هنا تلاحظون شوفوا السنترال واللاترال شلون كانوا داخلين. زين, فهنا اجاني والتوث فايتل لونه تمام والامور كل شيء تمام. وسوينا له وراها, سويت له كومبوزيتس. اوكي, هذه الصوره الفاينل للتوث نفسه, طبعا ما اشتغلت بالاذرز يعني, هذا السن نفسه. اوكي, the most clinical difference between intrusive and extrusive luxations. In extrusions, the apex is displaced out of its socket and not through the alveolar bone socket as in intrusions. هاي نعرف على المعلومة انه بالانتروجين يدخل داخل السوكت, بينما بالاكستروجين يخرج خارج السوكت. بالاكستروجينز ممكن يصير عندي ايضا راح يصير tearing or ruptures بالاكستروجين the neurovascular supply to the pulp at the apical foramen and the periodontal ligament are severe where supporting bone is not affected. بالاكستروجين ما راح يتأثر supporting bone, بينما قلنا بالانتروجين ممكن يصير عندي fracture بالبيز ما سوكيتس, بس بالاكستروجين ممكن يصير عندي tearing للنيوروفاسكولار سبلاي للبالب at the apical foramen. زين, the factor that determine the type of luxations injury appears to be the force and directions of impact. شنو راح يأثر لي على نوع luxations؟ طبعا اكيد الفورس, الفورس والدايركشنز اوف امباكت العامل المؤثر اللي راح يعني القوة, يعني قوة الضربة مثلا ومصدر الضربة, هذا كله راح يحدد لي type of luxations. In both the primary and permanent dentition, tooth luxations primarily involve the maxillary central incisor. احنا اتفقنا على هذا الشيء, اكثر شيء وين يصير التروما بال maxillary central incisor regions, وقليل نشوفها بالماندبل. مع زيادة العمر الفريكوانسي والباترن اوف انجري تشينج, طبعا لانه اللعب والكذا ولهي الاطفال راح يكبرون فتقل عندهم الكيسات الانجري. In the primary dentition اكثر شيء شنو ممكن اشوفه, هم ذكرت لكم اياها قبل شويه, انه اكثر شيء اشوف الانتروجن واللاترال لكزيشنز. زين, اكثر من اي كيسات انجري ثانيه, بينما بالبيرمننت دنتيشن كيسات النمبر مال انتروجنز راح تبدي تقل كل ما يكبر تقل. اند ثانك يو, واي سؤال تقدرون تكتبوا لي اياه بكومنت. اوكي, ان شاء الله نقدر يعني اتواصل وياكم, واتمنى تقرون زين, والله يحفظكم ويحفظنا جميعا.